مشاهدينا، وبعد الفاصل بواصل مع حضراتكم الأخبار. النهاردة رئيس الوزراء السيد شريف إسماعيل زار العاصمة الإدارية ووضع حجر الأساس لتدشين حي المال والأعمال. وقال رئيس الوزراء إن العاصمة الإدارية الجديدة هتكون مدينة متكاملة فيها كافة الأنشطة، وده هيكون من خلال إقامة وتنفيذ مدن حديثة ومتطورة. وقال إنه حي المال والأعمال هيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. معايا على التليفون الأستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا دكتورة. أهلا أستاذ هاني. بنبارك على الافتتاح، وحضرتك قولي تفاصيل أكتر وحجم الاستثمارات في حي المال والأعمال هتوصل لكام؟ احنا النهارده يا فندم شرفنا معالي رئيس الوزراء بوضع حجر اساس في حي المال والاعمال زي حضرتك ما قلتي، وده اللي بتنفذه وزاره الاسكان او بتنفذه وزاره الاسكان، وهتقوم بتنفيذه شركه في سكه الصينيه، ودي شركه من اكبر شركات المقاولات في العالم. المفروض ان شاء الله تكلفه تنفيذ الحي ده حوالي 3 مليار دولار، هناخدهم بقرض من احد البنوك الصينيه. المفروض ان شاء الله يبقى هتستغرق تنفيذ الابراج ديت حوالي 3 سنوات. الابراج دول عددهم 20 برج، بيضمهم اعلى برج في افريقيا بارتفاع حوالي 385 متر. الابراج دي هتكون ابراج لاستخدامات مختلفه، ابراج سكنيه، فندقيه، تجاريه، اداريه. ان شاء الله الشركه الصينيه عملت اتفاق مع عدد من شركات المقاولات المصريه الكبرى عشان يساعدوها في تنفيذ حي المال والاعمال، واللي هيتم تنفيذه على اعلى مستوى من التنفيذ، واحنا بادئين مما انتهى اليه الاخرون. استاذ هاني معلش حضرتك تفسر لي اكتر، ليه سمي بحي المال والاعمال؟ لان المنطقه دي اولا تقع في قلب المدينه، والابراج دي هتكون ابراج تجاريه واداريه، هيكون نعم. فيها مقرات لكبريات الشركات، وهتكون فيها مقرات للبنوك، فبالتالي هيكون هي القلب المدينه اللي هيكون فيه كل الاعمال، كل المكاتب الاداريه. الشركه اللي هتنفذ الحي ده لها باع طويل وخبره كبيره في تنفيذ ناطحات اتحاد، تقريبا نفذت 80 أو 100% من ناطحات اتحاد في الصين، نفذت 50% من ناطحات اتحاد في العالم بشكل اجمع. فالحي ده احنا مهتمين بيه بشكل كبير، لانه هيكون هو الايقونه بتاع العاصمه الاداريه الجديده. حضرتك شفتوا النهارده التصميمات اللي هتنفذ ان شاء الله، التصميمات اللي هي تم عرضها على اعلى مستوى التنفيذ، تضاهي الابراج الموجوده في مدينه دبي لم تكن تتفوق عليها. اللي احنا مهتمين جدا بسرعه البدء في التنفيذ، عشان كده احنا سلمنا ارض الشركه الصينيه لتبدا التنفيذ على الفور الكامل. بالفعل النهارده حاضر عدد كبير جدا من مهندسين الشركه، وكذلك مهندسين شركات المقاولات المصريه اللي هيساعدهم في تنفيذ المشروع. والله يا فندم هي يعني شكلها رائع قدامنا في الصور، وبنتمنى ان هي تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه يعني المباشره. ده اللي هيحصل ان شاء الله يا فندم، التهديف في مرحله كبيره ان شاء الله. بشكر حضرتك الاستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان.